هاد القاعده كتجي حتى للبلوط وكتحبس، لان كيكون في ديطانا اللي كيعطيو ديك المروره، وهاد الديطانا الا كليناها من غير انها سامه فهي كتمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائيه. متابعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم غادي يكون على واحد التمر موسمية اللي كيرتبط الاسم ديالها بفصل الشتاء، فيها بزاف ديال المنافع، ولكن الاستهلاك ديالها بطريقة الخطأ يقدر يؤدي لعواقب خطيرة لا قدر الله، بحال السرطان، تخريب الكبد، تخريب الكلى كذلك، وزيد وزيد. الموضوع غادي يكون على فاكهة البلوط، ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع لازم ما نتكلموا شوية على شجرة البلوط اللي هي بوحدها ما غاديش نقول معجزة، ولكن آية من آيات الله في الأرض. تخيلوا معايا، ممكن يكون الجد العاشر ديالك كل البلوط من نفس الشجرة اللي احنا مازال كناكلوا منها إلى يومنا هذا. شجرة البلوط كتعتبر من الأشجار المعمرة اللي يمكن يفوق العمر ديالها 1000 سنة، ولا زرعناها اليوم ما نقدروا ناكلوا منها حتى تدوز 20 عام، يعني ما كتعطينا التمار اللي هي البلوط حتى كتدوز 20 عام على الزرع ديالها. حاجة أخرى، 90% كيف ما كنعرفوا ديال الأشجار في فصل الخريف كيطيحوا الأوراق ديالها. شجرة البلوط من الأشجار النادرة اللي ما كتطبقش عليها هذه القاعدة، فهي كتحتفظ بالأوراق ديالها وديما كتبقى خضراء تبارك الله، هادشي بلا ما ندوي على الطول ديالها اللي كيفوت 20 متر. هاد المعلومات كلها اللي عطينا على الشجرة كتوجدنا لداكشي اللي جاي، وكتشوقنا نعرفوا أكثر على التمرة ديالتنا العجيبة. فاكهة البلوط كتفوق على جميع الفواكه اللي كتدور في السوق، لا من حيث التركيبة لا من حيث الفوائد ديالها الغذائية والعلاجية. هو غذاء كامل متكامل، كانوا الأجداد ديالنا في أيام الجفاف كيعيشوا به، لأن فيه بزاف ديال المركبات الغذائية اللي كتكفيهم لمدة شهور، وما يحتاجوا ياكلوا معاه حتى حاجة من غير أنهم يشربوا الماء. واخا قلتيني أنا كتفوق على بزاف ديال الفواكه، زعما غادي يكون أحسن من الرمان؟ أحسن بكثير من الرمان، وأحسن من العنب، وأحسن من التفاح والبنان والتمر. التمر اللي ضات أحسن من التمر، والزيت ديالو الجودة والمكونات ديالها أحسن من زيت الزيتون وزيت أرغان وجميع الزيوت اللي كتباع في الأسواق. أنا متأكد دابا كتقولوا مع راسكم أش كيخربق هذا، ماشي مشكل، غير تبعوا معايا أنا غادي نأكد لكم أنني ما كنخربقش. واخا قبل ما نتبعوا معاك، كيفاش هاد القضية الزيت ديالو أحسن من زيت الزيتون؟ حنا أصلا فاش كناكلوا البلوط ما كنحسوش به مزيت كاع، هادشي راجع لكمية النشا اللي كاينة في البلوط اللي كتفوق 50%، وهي اللي ما كتخليناش نحسوا بديك الزيت، لدرجة أنكم ما غاديش تيقوا لي اللي قلت لكم أن الدهون اللي كاينة في حبة ديال البلوط أكثر من اللي كاينة في حبة ديال الزيتون. اللي بغيت نقول هو أن البلوط مزيت على زيت الزيتون، بحيث أن نسبة الدهون اللي كاينة فيه كتراوح ما بين 30 حتى 35%، بينما الزيتون يلاه فيه 20%، ورغم الكثرة ديال هاد الدهون فهي غير ضارة بتاتا، واخا ناكلو منها قد ما كلينا عمرنا ما نحسو بالتخمة، بالعكس فهي جد نافعة، لأن فيها نسبة كبيرة من حمض الأوليك اللي هو الأوميغا 9 اللي كتعتبر أرقى أنواع الدهون الأحادية الغير مشبعة، المونو أنساتيورايتد فات. هذا الحمض هذا كيخفض لنا مستوى الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL اللي ديجا تكون عندنا في الدم، وما كيخليش الكوليسترول الحامض ال HDL يتأكسد ويولي LDL. هاد الكوليسترول الضار كيتسبب مصائب كبيرة في لوكور ديالنا، بحيث كيمشي وكيترصف في جدر الأوعية بشوية بشوية حتى كيسدها تماما، وهادشي كيؤدي لبزاف ديال الأمراض، منها أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، السكري، السكتة القلبية، تصلب الشرايين، وزيد وزيد. البلوط أيضا فيه نسبة كبيرة ديال الأوميغا 3 اللي هو حمض الألفا لينوليك، وبطبيعة الحال كلشي ولا كيعرف الأهمية ديال الأوميغا 3، وخصوصا لما كيتلاقى مع الأوميغا 9 اللي هو حمض الأوليك. بارك عليكم، كيبان لي قهمتكم بالزيوت والدهون. اجي ندوزو دابا لمضادات الاكسده اللي كاينه في البلوط. كيف ما كنعرفوا جميع المواد الغذائيه اللي كنقشروها وكيتغير اللون ديالها كتكون غنيه بمضادات الاكسده. تخيلوا معايا ان البلوط جمع 5 من اقوى مضادات الاكسده اللي كاينه في 5 ديال الاغذيه متفرقه. فحالاش فحال ريزفيراترول اللي كتعتبر اقوى ماده كاينه في العنب، فيه كذلك الكاتيشين اللي حتى هو اقوى ماده كاينه في الشاي والكاكاو، في حمض الإيلاجيك اللي من المكونات أو مضادات الأكسدة اللي كتفتخر بها فاكهة الرمان، فيها حمض الغاليك اللي حتى هو أقوى مضاد للأكسدة اللي كاين في التفاح والبعوض والكرموس، زائد الكوارسيتين. هاد مضاد الأكسدة القوي ما كاين في حتى شي مادة أخرى من غير البلوط. تخيلوا معايا أننا فاش كناكلوا البلوط كنجمعوا الفوائد ديال هاد الفواكه كاملة. هاد مضاد الأكسدة اللي ذكرنا أولا ما كتخليش الجليكوز يتحلل بسرعة، وبهذا ما كيكونش عندنا تركيز عالي منه في الدم، وهذا الشيء كيخلي من المستحيل انك تصاب بمرض السكري وانت كتستهلك البلوط. حتى الناس المصابين به فهو مهم لهم بزاف، لانه كينزل لهم مستوى السكر لدرجات قياسيه. الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز العصبي بحال الزهايمر فدواهم هو البلوط. علاش؟ لانه كيحبس تكوين ماده الكولين استرايز اللي كتحفز او كتسبب ظهور هذا المرض. باش بلا ما نطول عليكم، هاد مضادات الاكسده مهمه بزاف، لانها هي اللي كتحمي خلايا الجسم من الجدول الحره، والجدول الحره كيف ما كنعرفوا هي سبب الويلات اللي كتخرب لينا لوكور ديالنا من الداخل ومن الخارج. ندوزو للاملاح المعدنيه، عالم اخر
التمر كيتعتبر اقوى ماده غذائيه غنيه بالاملاح المعدنيه، ولكن البلوط قال لي ما كتعرف والو. فيه ماغنيسيوم وكالسيوم ضعف الكميه اللي كاينه في التمر، فيه 86 ملي غرام ماغنيسيوم و60 ملي غرام كالسيوم، فيه كذلك 709 ملي غرام بوتاسيوم و105 ملي غرام فوسفور. ارقام اللي تقدر تبان لكم نتوما عاديه، ولكن في ميدان التغذيه راه ما ساهلاش. البلوط هو الفاكهه الوحيده في العالم للاصل ديالها الاشجار، ولكن ما فيهاش الصوديوم، سبحان الله. وهذه المعلومه غادي تعجب بزاف الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط لا طونسيون، لان كيف ما كنعرفوا قد ما كان الصوديوم مرتفع في الجسم فهذا كيشكل خطر على هاد الناس، لهذا يمكن ليهم يستهلكوا الكميه اللي بغاو من البلوط بلا ما يخافوا من حتى شي حاجه. الناس اللي عندهم فقر الدم لازم يستهلكوا البلوط، ماشي غير حيت فيه كميه كبيره ديال الحديد، لا، ولكن فيه كميه ما شاء الله كبيره ديال الزنك. واخا هو جاب الزنك لفقر الدم، الزنك هو المسؤول على تحويل الحديد المعدني الى عضوي قبل ما يدوز للدم. ها اشنو جابوا لفقر الدم؟ فاش كيتجمع عندنا ماغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وفوسفور والزنك والحديد في الجسم ديالنا، كيفاش بغيتي الاسنان يتسوسوا؟ كيفاش بغيتي تجيك هشاشه العظام؟ كيفاش بغيتي تجيك لا طونسيون؟ ما يمكنش، كلشي تبارك الله كيتسوى حتى من الانزيمات والفيزيولوجيا ديال لو كور وفيتامين دي وكلشي. صافي بارك عليكم الاملاح المعدنيه، هادشي اللي شفنا يكفي باش يبقى لينا الوقت نشوفوا الفيتامينات حتى هما، لا يبقى فيهم الحال ويتفقوا علينا اش ندير. البلوط فيه 5 ديال الفيتامينات من مجموعه باء، فيه فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 وبي 6، وهاد الفيتامينات ديال المجموعه باء الا ما كانش في الجسم ديالنا هي اللي كتخلينا نحسوا بالعياء ومسخسخين وما عندناش الخطر لوالو. وبزاف ديال الناس في اليوتيوب وفي واتساب وفيسبوك كيسولون على هذه القضيه. هذه الفيتامينات ديال المجموعه باء هي اللي كتساعد الجسم على استقلاب الدهون والكربوهيدرات والسكر والبروتينات الى طاقه. ولا جينا نتعمقوا في كل فيتامين من هذه الفيتامينات وشنو كيدير في الجسم غادي نتلفكم، خاصنا كل فيتامين نديروا ليه حلقه بوحدو وشوف تشوف. كنت غادي ننسى واحد الفيتامين مهم بزاف اللي هو التوكوفيرول. شنو هو التوكوفيرول عاوتاني؟ عادي عادي، التوكوفيرول هو فيتامين او، هذا الفيتامين اللي غني على التعريف، اللي حتى هو كيتعتبر اقوى مضاد الاكسده اللي كاين على وجه الارض. زيدوا على دوك الخمسه اللي شفنا قبيله. كلشي في الوقت الحالي ولا كيعرف هذا الفيتامين والخصائص ديالو الهامه، صحه العين والخصوبه وصحه الدم والدماغ والبشره. هذا راه بوحدو الا درنا عليه حلقه ما غاديش تقدنا. من بعد هادشي كله اللي شفنا ما تقولوش لي الا زدتو شفتو البلوط كيتباع ما غاديش تاخذوا منه ولا غير جوج دراهم. ولكن خصنا نردوا البال لواحد القضيه اللي صعيبه وصعيبه بزاف. هاد المنافع كامله اللي سمعتو تقدر تتحول لاضرار. بون كيفاش هاد القضيه؟ فاش كناكلوا البلوط الا لاحظتوا ولا بدا كنطيحوا في حبات مرين، هاد الحبات بالضبط الا تناول لك اكثر من خمسة فهي كتولي سامه، عكس القاعده اللي منتشره واللي كتقول بان المواد اللي كتكون مضره كيكون فيها الدواء. هاد القاعده كتجي حتى البلوط وكتحبس، لان كيكون فيه ديطانا اللي كيعطيو ديك المروره، وهاد الديطانا الا كليناها من غير انها سامه فهي كتمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائيه. والعلماء والباحثين اكدوا ان تناول الاطعمه والاشربه الغنيه بهاد الماده كتؤدي لسرطانات وتاليف الكبد والكلي الى غير ذلك. لهذا في المطلق مع شي حبه للمراه واخا غير شويه من الافضل ترميوها، سينو ممكن لكم تجمعوا هاد الحبات وتسلقوهم، لان السلق في الماء كيقضي على الديطانا. كنظن ان الفكره وصلت. ما تخليوش هادشي اللي قلت في الاخر يخلعكم وما تستهلكوش البلوط، لا، كل البلوط كيف ما شفنا راه مهم ومهم بزاف. استغلوا الفرصه ما حد وقته دابا، وحتى الثمن ديالو رخيص قبل ما يعيقوا به ويولي بحالو بحال الكرموس الهندي. دمتم في رعايه الله وحفظه، خليتكم على خير والى حلقه قادمه ان شاء الله مع ماده غذائيه جديده.